واحدة من الحاجات اللي تعتبر أساسيات في أي لعبة، لدرجة أننا ممكن ما ناخدش بالنا من أهميتها، ألا وهي الحركة. وعلى الرغم من أن الموضوع باين أنه بديهي جدا وحاجة عادية، إلا أنك لما تبدأ تفكر في الموضوع من جانب المصمم للألعاب هتعرف قد إيه الموضوع بيفرق، وممكن يقلب التجربة من لعبة عادية للعبة أسطورية. وإحنا هنحاول نقسم الموضوع لكذا نقطة عشان نقدر نتكلم فيه بعمق أكتر. معاكم أسر وائل من قناة جمزاوي، وفي الحلقة دي هنتكلم عن الحركة في الألعاب بالتفاصيل. غالبا حسيت انت قبل كده وانت بتلعب لعبة معينة بشعور كويس وانت بتلعبها، حتى لو مش بتعمل حاجة مهمة فيها. مجرد التنقل في عالم اللعبة بس بيحمسك ويديك شعور بالراحة، زي التنقل ما بين المباني في لعبة سبايدر مان والجري في لعبة جوست رانر، ودي حاجات بتديك احساس غريب بالمتعة وانت بتلعبها. وده نقدر نقسمه لعدد من النقط، وهي السرعة، الفيدباك، الحرية في الحركة، الخيارات الكتير اللي ممكن اللعبة تقدمها. السرعة، واحدة من الحاجات الواضحة ان محدش فينا يقدر يطيق انه يلعب بشخصية ماشية بسرعة السلحفة، علشان كده اغلب المطورين ببساطة بيحطوا زرار يخلي الشخصية تجري بدوسة واحدة بس. وعلشان كده هنقسم الموضوع على حسب ستايل اللعبة. العاب البلاتفورمينج واللي بتحتاج منك تركيز عالي قبل ما تتخبط في اي حاجة تخسرك، علشان كده بجانب السرعة نقدر نضيف عليها عالم اللعبة نفسه، الطريقة اللي العالم بيكون فيها حواليك، وازاي الحيطان والمجسمات محطوطة حواليك، واللي بتأثر بشكل كبير جدا على سرعة اللعبة وشعورك وانت بتلعب. زي مثلا لعبة سيلست بتحتاج يكون عندك دقة عالية جدا بجانب السرعة الكبيرة عشان تقدر تعدي الليفلات اللي انت فيها، واللعبة بتديك بوست مؤقت في النص اللي بيسمح لك انك توصل لمناطق صعب الوصول ليها بالطريقة العادية. ولأنها لعبة 2D فهي استفادت من الفريم تايمينج، بحيث انك تقدر خلال أجزاء من الفريمات تحصل على بوست زيادة، وده اللي بيحتاج دقة عالية، وهنبقى نرجع للنقطة دي بعدين. ألعاب الباركور، وكمثال ففي لعبة جوست رانر السرعة بتشكل عامل مهم جدا في اللعبة دي، ولكن برضو محتاج انك تنتبه للحاجات اللي حواليك. فاللعبة مدياك أدوات تستخدمها زي الداش والخطاف اللي بتستخدمه في التسلق، وانك توقف الزمن عشان تتفادى الضربات، والسيف اللي بتستخدمه في مواجهة أعدائك، وكل ده بسرعة كبيرة جدا، وده اللي بيديك إحساس المتعة والقوة وانت بتلعب من غير ما تحس بأي ملل في التجربة. وحتى لما بتموت اللعبة مش بتحطك في أنيميشن طويل، لا بالعكس، دي بترجعك على طول في الأكشن عشان ما تفصلكش من الجو اللي انت فيه. كل ده مجموع عليه عالم واضح انت فيه المفروض بتعمل ايه وامتى تعمله، يديك إحساس القوة تجاه اللعبة. الفيدباك، واحدة كمان من النقط اللي بتحسسك بمتعة اللي بتعمله، وهي لما تلاقي اللعبة بتديك رد فعل قوي تجاه الحاجة اللي انت بتعملها صح، واللي غالبا بيكون على شكل افكتات كتير بتحصل على الشاشة بتحسسك انك عملت حاجة كويسة، وده بيديك احساس ان اللعبة فعلا بتعمل اللي انت عايز تعمله من غير قيود، حتى لو كان اوفر شوية. واحنا نقدر نربط ما بين الفيدباك والحركة عن طريق تصنيف الالعاب. الالعاب السريعة، ودي الألعاب اللي بتعتمد على التفجيرات والسرعة العالية، زي ألعاب الأكشن والبوليت هيل والهاكن سلاش. ففي عندنا كمثال في لعبة هيديز، فأنت وانت بتلعب ساعات بتصعب الرؤية وانت محاط بكل التفجيرات والألوان الكتيرة اللي على الشاشة دي، ولكن بمجرد ما تقتل كل الوحوش بيديك شعور بالرضا غريب بسبب الإفكتات الكتيرة اللي بتطلع لك في الشاشة. ونقدر كمان ناخد كمثال لعبة ديفل ماي كراي 5، لأن اللعبة دي قدرت تتوقع تقريبا كل احتماليات الحركة اللي ممكن تعملها وتربطهم مع بعض بطريقة سلسة، فأيا كان الكومبو اللي انت بتعمله فهيكون مترابط مع بقية الحركات اللي انت بتعملها بطريقة سلسة جدا، تشجعك انك تجرب تدمج حركات مختلفة أكتر مع بعض. وكمثال كمان في ألعاب السباقات زي لعبة أوتو موديليستا، لما بتديك خطوط بيضة سريعة حوالين العربية بتحسسك بالسرعة اللي انت ماشي بيها، وده بيديك إحساس كأنك ماشي بسرعة الصوت ومفيش حاجة تقدر إنها توقف قدامك. الألعاب البطيئة، ممكن يكون كل اللي احنا اتكلمنا عنه سبب مهم في نجاح أي لعبة، بس برضو ألعاب كتير نجحت وده عن طريق العكس تماما. فألعاب زي دارك سولز وكاسلفينيا ألعاب معتمدة على الريتم البطيء في الحركة،
بس مع دقة عالية عشان تقدر ان انت تتقدم في اللعبة. حاجة كمان نقدر نعتبرها فيدباك كويس للألعاب ممكن ما يكونش واضح في الأول، وهو الوقت المناسب للحركة، أو زي ما اسمه في لعبة سيليست كايوتي تايم، أو زي ما بحب أسميها بيرفكت فريم، وهي أنها بتسمح لك بالنط فوق زيادة كل كام فريم عن المعتاد بعد ما تنط النطة العادية من على أي جنب، وده في لعبة زي سيليست، واللي الدقة فيها أهم حاجة تعتبر حاجة تخليك تحس دايما بالرضا كل ما تعدي ليفل صعب أو تحدي معين اللعبة بتحطه قدامك. الحرية، ودي منطقة تعتبر حكرة على ألعاب الأوبن وورد، نظرا لأنها بتكون الألعاب صاحبة الخريطة الكبيرة، ولكن برضو في ألعاب خطية قدرت تقدم قدر من الحرية مش موجود في الألعاب الكبيرة بس، زي لعبة سونيك أدفنشر 2 كان في جليتش بيخليك تقدر تعدي أغلب المراحل بسرعة كبيرة، أو كان بيعتقد أنه جليتش لأن في المهمة التانية لو نفذت الجليتش ده هتلاقي جوائز مستنياك في آخر العالم، واللي بعد كده المطورين طلعوا وأكدوا أنه كان مقصود في اللعبة. وفي لعبة سوبر ماريو أوديسي لما تستغل الفريم الفاصل بين كل نطة وتنط أعلى اللعبة بتكافئك بهدية فوق كل مبنى ممكن ما تحسش أنك تقدر توصل له في الأول. الخيارات الكتير، وزي ما اللعبة بتديك سرعة كبيرة وفيدباك عالي، برضو اللعبة لازم توفر لك طريقة عشان تقدر تستفيد بيها بالسرعة دي أكتر من مجرد المشي وتفادي العقبات. خد كمثال الدمج ما بين السرعة العالية والدقة في اللعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild، واللي لو قدرت تستعمل سرعتك صح هتقدر تسافر حرفيا طول العالم بتاع اللعبة في لحظات. وفي لعبة Donkey Kong Country الحيوان اللي بيكون معاك مش بس بيوفر لك سرعة كبيرة، لا وكمان بيديك الإمكانية أنك تنط المسافات عالية أو كسر الحيطان بوحيد القرن عشان تكتشف المهمات الخفية في العالم. بس ده كان فيديو شرح بسيط للحركة في الألعاب. لو حابب تشوف فيديوهات أكتر من النوع ده وعندك أفكار ياريت تشاركي بيها في الكومنتس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت تقول لي حابب تشوف ايه في الحلقة الجاية. سلام عليكم.